المحاضرة الثالثة حتكون إن شاء الله يا ضربة سلامة في الوقاية من الحريق في منطقة عملك، في الوقاية من الحريق في منطقة عملك، تمام؟ عندي هنا الوقاية من الحريق، قال لي هي مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين المتواجدين في المستشفيات الجامعية وفي جميع الأماكن، تمام؟ هنا أنا بنعطيكم إكزامبل على مستشفى. اوكي، انت يعني كمهندس، طبعا انتوا عارفين انتوا كمهندسين سلامه تخصصاتكم في جميع الاماكن، يعني مصانع، مستشفيات، مدارس، جامعات، حقول نفطيه الى اخره. فقال لي شنو؟ فمعظم الزوار لا يعون مدى الخطر الكامن المحيط بالمستشفى، وكونك قال لك انت يعني احد موظفين المستشفى فضروري قال لك تكون تمارس عملك حتى لا يتسبب في حدوث حريق او اي كارثه اخرى لا قدر الله، وتكون انت شنو كشخص يعني مرتاب، فما عليك الا اتصال بالامن حيث سيتم مباشره اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه. ده هاني يوري فيها، قال وجود الاكسجين في مناطق الرعايه الطبيه تدعو للقلق، فبالرغم من ان الاكسجين ليس من الغازات القابله للاشتعال، لكن قلنا هو اصلا من العناصر الاساسيه اللي شنو؟ ها، لاستمراريه عمليه الاشتعال. موجود وين؟ موجود في مثلث الحريق. فلما يجي الاكسجين منتشر بيقعد عندي صعب السيطرة على الحريق، اوكي؟ لذلك ينبغي استخدام اي اجهزة قد تحدث شرارة، يعني اي حاجة موجودة تزيد من الشرارة المفروض اني انا اتجنبها، زي آلات الحلاقة الكهربائية، الالعاب، المذياع، اجهزة اخرى لم تتوفر، يعني شنو؟ يعني يفضل انها ما تخشش مثلا المستشفى، اوكي؟ نظرية الاطفاء ببساطة هي تعطيل فعالية أحد الثلاث عناصر الآتية اللي قلنا عليها، الحرارة والأكسجين والمادة. العوامل اللي حتساعدني على انتشار الحريق في المكان، قال لي الأبواب المفتوحة، الدرج المفتوح، الفتحات المخصصة للمواسير الكبيرة والمخصصة لحمل الأسلاك الكهربائية الغير مغلفة، وفتحات الأسقف المخصصة للإضاءة الطبيعية. كذلك قال لي فتحات العمودية الخدمات الكهربائية، المناطق المعزولة الغير مزودة بمانع حريق، خدمات النظافة. ليش خدمات النظافة؟ لأن مرات تجد عندي مواد النظافة، المواد هذه تساعد على الحريق، زي مثلا يعني الأرشد والحاجات هذينا يعني. عدم توفر الأنظمة الآلية لمكافحة الحريق أو أنظمة استشعار الدخان، نوعية المبنى، المواد الموجودة أثناء اندلاع الحريق، عدم تدريب الموظفين، التأخر في الإبلاغ عن الحادث أو عدم سرعة الاستجابة، هذين نقول عليه إن احنا يساعدنا على زيادة الحريق. هنا عندي تصنيف الحرائق ونوعية الطفاية، تصنيف الحرائق ونوعية الطفاية. عندي نمبر 1 حرائق مواد صلبة، زي شنو قلنا عليها مواد صلبة؟ قلنا زي الخشب والحديد، صح؟ شنو الطفاية اللي نستخدمها؟ البودرة الكيميائية الجافة متعددة الأغراض. 2 حرائق المواد السائلة، زي شنو؟ زي الرغوة. 3 حرائق كهرباء، زي شنو؟ زي ثاني أكسيد الكربون نستخدم، وبودرة جافة اللي متعددة الأغراض. حرائق الغازات نستخدم فيها البودرة الجافة. عندي هنا قال لي في علامات تستخدم على الطفايات، فانت لما تجي تشوف الطفايه راهي الطفايه هذه مش نوع واحد، في انواع وعليها حتى علامات. في طفايه عليها حرف A، شو معناها الحرف A؟ معناها راهي الطفايه هذه يدل على صلاحيه الطفايه لطفي حريق مواد صلبه، يعني راهي A هذه نقدر نطفي بها مواد صلبه. تلقيت B معناها راهي الطفايه هذه حنطفي بها مواد سائلة. لو لقيت حرف سي معناها الطفاية هذه بتاع كهرباء، حرائق كهرباء. كلقيت البي والسي، احنا قلنا البي والسي شنو؟ اطفاء حرائق مواد سائلة وغازية. اوكي، كلقيت اي بي سي معناها هذه راي نقدر نطفي بها مواد صلبة وسائلة وغازية وكهرباء كلها يعني. اذا عندي 3 انواع هذينا اللي هي شنو؟ استخدام الطفايات. نقدر حتى من ضمن البحوث اللي بنديرها تصنيف الحرائق ونوعية الطفاية المناسبة، نقدر ندير بحث بهذا العنوان. عندي أنواع الطفايات A B C A
بي سي بي سي. هاي قال لي طفاية الحريق موجودة في نوع في منطقة العمل متاعك. قال لي عند استخدام الطفاية حاول اطفاء الحريق ولكن بعد ان تقوم بالتبليغ عنه بالرقم. طبعا هم هنا حاطين 977، هذه كمنطقة اعتقد يعني في السعودية او هكي، لكن نحن نظني 133 او حاجة هيك. تمام؟ لتصلك قال لي في اقرب وقت بعد اخلاء المنطقة من الاشخاص المعرضين للخطر المباشر. من الافضل قال لك ان يقوم شخصين بمكافحه الحريق اذا كان ذلك ممكن. يعني نحاول اني مش لازم تفرج عندما تجي مثلا مكافحه الحرائق، لا نحاول ندير اي حل. يعني 2 التاكد من استخدام طفايه الحريق المناسبه لنوعيه الحريق واستخدام الطفايه غير مناسبه لتسبب في حدوث اضرار. ثلاثة للي جميع طفايات الحريق عليها ملصق إرشادي يعني أو تعليمات دل على كيفية استخدامها، وهذا سيساعدك على معرفة الطفاية المناسبة لحريق المراد إخماده. 4 التأكد من عمل وصلاحية طفاية الحريق. تمام؟ هنا قلنا مسموحات السلامة والوقاية من الحريق. للمساعدة في الحفاظ على بيئة عمل آمنة لابد من إجراء مسموحات للسلامة من الحريق بصفة دورية. كيف؟ تحت كل إدارة على إجراء تلميع المسموحات لمناطق العمل الخاصة وإبلاغ الإدارات ذات العلاقة وإدارة السلامة بنتائج المسح ومرئيات المتطلبة بتعديل. يعني غير ندير مسح نحن، شو معنى مسح يعني؟ يعني كيف ما تقولوا استبيان أو دراسة. الدراسة هذه مثلا تكون دورية بحيث اننا نعرف لو في طفايات يشوفون هل انها صالحات ولا غير صالحات، لو في حاجه تبي صيانه او كي الى اخره. بديهات الفصل المساعد، التاكد من وجود اجراءات التبليغ عن الطوارئ، التاكد من جميع موظفين الجموق الخراطيم مياه الحريق. يعني المفروض اللي في المكان كله يكون عارف وين خراطيم من هني في منطقه عملهم، لو لا قدر الله صار حريق يقدروا يعني عارفين. التاكد من وجود خريطة مسارات وخارج مخارج الطوارئ في المنطقة، التأكد من خلو الممرات من جميع العوائق دون استثناء، التأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستعمال، التأكد من وجود بطانية حريق، التأكد من معرفة الموظفين لمواقع خراطيم مياه الحريق، كذلك التأكد من وضوح وسهولة الوصول وطريقة تشغيل نقطة جهاز إنذار الحريق وطفاية الحريق. طريق نعرف معرفة الموظفين لمواقع أبواب الخروج، خروج مخارج الطوارئ يعني عشان يكون عندهم سهولة يعني لو صار شيء. كذلك يبدو عارفين طفايات الحريق وبطانيات الحريق وصوت الوصول إليها. التأكد من تاريخ صلاحية فحص إدارة الهندسية من جميع المعدات سارية المفعول. التأكد من وضوح وسهولة الوصول إلى صمامات الغازات. التأكد من يكون عند جهاز الليزر في وضع التأهب عند عدم استخدامه. هنا قال لي في حالة نشوب حريق أول حاجة نديرها إخلاء المكان او الاشخاص المعرضين للخطر المباشر. 2 ابلاغ على الرقم اللي نحن مثلا بتاع الدولة بتاعنا في وتشغيل جرس الانذار. 3 اطفاء الحريق باستعمال طفاية الحريق. 4 اذا كان الوضع امنا وممكنا او احتواء الحريق باغلاق الابواب. ضروري نكون عارفة مخرج الحريق، يعني ضروري الحاجات هذه نكون عارفتها. مكان طفاية الحريق، مكان جرس الإنذار، مكان خراطيم المياه في حالة حدوث لا تستعمل مصاعد. لو يعني صار حريق في مكان ما نحاولش نستخدم الأسانسير في حالة وجود الحريق. اوكي هنا عندي استبيانة هذه توريني
طلب تأمين ضد خطر الحريق. هذه طبعا نستخدم فيها وين الشركات التأمين اللي مثلا يدير تأمين على الصحة والدي أو تأمين ضد الحريق فيدلوا في الطلب هذا. نقروا مع بعضنا شنو هو الطلب. اسم مقدم الطلب طبعا ولقبه، المهنة متاعه، عنوانه، صندوق البريد والهاتف، صفته في التعاقد، هل هو مالك أو مستأجر أو دائن أو وكيل، تمام. مدة التأمين اللي بيدفعها هتكون مثلا من كذا كذا، المبلغ المبالغ التأمين الأعيان يعني كم، يعني المباني اللي بنأمن عليهم، الأثاث، الآلات والمعدات، البضائع، المسؤولية المدنية قبل الجيران، مسؤولية المستأجر قبل المالك. هذين يعني الحاجات اللي أنا بنبلغ عليها. لو في حاجة زايدة نقدر أنا شنو نكتبها، أنا لو عندي حاجة تانية حتى نقدر شنو نكتبها. هذا طلب لتأمين الحريق. فمن المحاضرة هذه نقدر أنا نطلع كم بحث، تمام، كم عنوان، شنو العناوين اللي نطلعها. العنوان الأول الوقاية من الحريق، كيفية نقدر ندير كيفية الوقاية من الحريق، حيطلع لي مواضيع من حد، تمام. رقم 2 العوامل، بحث ثاني مثلا عوامل مساعدة على انتشار الحريق، تمام، نقدر حتى ونستخدمها. رقم 3 البحث الثالث من المحاضرة هذه، تصنيف الحريق ونوع الطفايات المناسبة. تصنيف الحريق ونوع الطفايات، حيطلع لي حريق مواد صلبة، حريق مواد سائلة، حرائق كهرباء، حرائق غازات، لأن حيطلع لي كلام واجد، تمام؟ حيطلع لي أنواع طفايات بالصور وباللي تقدر يعني تستخدمها، تمام؟ نقدر نديرو حتى عنوان آخر، مسموحات السلامة والوقاية من الحريق. مسموحات السلامة والوقاية من الحريق. نقدروا كذلك ندير مثلا شركات التأمين ضد خطر الحريق، أو نقدر نقول يعني دور شركات التأمين ضد الحريق، حتى هي شنو حتكون نوع من أنواع البحوث اللي نقدر نحن نستخدمها. ونقدر نكتب طبعا ندير مثلا نموذج للتأمين، نكتب مثلا نبذة شوية على الحريق وهكي، هذين كلها يعني أشياء نقدر تساعدني في شنو، تساعدني في أني لا نعرف شنو هو الحريق وغيره وكذا، تمام. هذه حتكون المحاضرة الثالثة اللي نحن استخدمناها وعطينا فيها شنو الوقاية من الحريق ومسموحات الحريق والعوامل التي تساعد على الحريق وغيرها. اوكي، هننتقل بعد المحاضرة اللي هي حتكون المحاضرة الرابعة والأخيرة في الحرائق.